الاستعداد. خمسة حضائر تمثل أكثر من 3% من الناتج. إن التطلع إلى وضع اقتصاد ثقافي ناجح لا يتم إلا بتضافر جهودنا جميعا من أجل الانطلاق أو الانتقال من قطاع ثقافة مستهلكة ويشكل عبئا على ميزانية الدولة إلى قطاع اقتصادي منتج للثروة وموفر لمناصب الشغل ومساهم في تمكين الجزائر من استعداد مكانتها في منظومة السياحة العالمية. الثقافة مجال اقتصادي حيوي يحتاج إلى مقاربة جديدة تراهن على الاستثمار، ويتقصى الشراكة بين المال العام والخاص لجعل الثقافة شأناً جماعياً واجتماعياً.